وعد بمقتلي نيدك ارفعها ارفعها وعد ارفع ايدك من جاسم خذ كلمة يا الأكبر مو أنا أتراجع وأتعذر نلتقي يا علي نلتقي كربلا نسمع هالحكي بين الأكبر وجاسم جاسمي قله يا علي صار الموقف الحاسم كربلا نسمع هالحكي بين الأكبر وجاسم جاسمي قله يا علي صار الموقف الحاسم نتفق نبقى للأجل جفن بجفن متلازم والنقى كلمة ما يرد كون على الحرب عازم بالصعوف يا هله احنا نستسهله بالصعوف صعب واحدنا بالحومة يتبختر وأنا أتراجع وأتعذر نلتقي هذا الصح نلتقي أهل ما وعد بمقتلي حلوة بالخيام بين أولادي العمومة سوالف الحلوة بالخيام بين أولادي العمومة يضحك الأكبر مبتشر ما كان ساعته ويومه ما كان ساعته ويومه قلنا يا جاسم معذرة أول أنا بدمومه قلنا يا جاسم معذرة الأول أنا بدمومة من بني هاشم لا شخص ينزل قبلي للحومة حاجز أول شخص الدم أبي عبر خص حاجز أول شخص الدم أبي عبر خص الوالد خل دمي يتنثر وأنا أتراجع وأتعذر نلتقي يا علي يا علي موعد المقتلي نلتقي يا علي من ناسم خذ كلمة يا الأكبر مو أنا أتراجع وأتعذر نلتقي يا علي قل من جسم قلبي يا أخو عم جاسم قل من جسم قلبي يا أخو عمري يا علي الأكبر وش كبر جرح الفرق لو تدري لا جنت حتى نفترق ساعة ويلتقي صبري مقتل الموعد واتبعك دنيا وبرزخي وحشري وبحضن فاطمة نجتمع بالدماء هلا 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 نجتمع بالدماء هلا وبحضن فاطمة نجتمع بالدماء بالمصرع ما عنك أتأخر وأنا أتراجع وأتعذر نلتقي يا تستعجل بس الموعد المقتلي نلتقي يا علي من جاسم خذ كلمة يا الأكبر مو أنا أتراجع وأتعذر نلتقي يا علي نلتقي يا علي نلتقي يا علي
ناري قل له انتظر دمك يجري يم دمي موتي ما يهمني فرقتك يا ابن الحسن كل همي موتي ما يهمني فرقتك يا ابن الحسن كل همي قطعة من قلبي مو فقط يا جاسم ابن عمي قطعة من قلبي مو فقط يا جاسم ابن عمي أنا اعتبرك مثل الأخ بس ما جابت أمي حسين إذا يسألك قل له فدوة إلك حسين ابنك افدي لك هالمنحر انا اتراجع واتعذر ملتقي هلا هلا يا الأكبر مو أنا أتراجع وأتعذر ملتقي يا علي هلا هلا ملتقي يا علي ملتقي هلا هلا ملتقي يا علي جاسم وسيفي أشهر كل شي حاسب حسابه وليديك ارفعها ارفعها ما شاء الله جاسم وسيفي أشهر كل شي حاسب حسابه أكسر قراب ويتضح معنى ليكسر قراب يعني ما أرجع والمجد أدخل أوسع أبوابه لو سأل عمي عالأجل ثاني واحد جوابه لو سأل عمي عالأجل ثاني واحد جوابه عندي طعم الأجل أحلى من العسل عندي طعم الأجل أحلى من العسل عندي طعم الأجل أحلى من العسل هل تسمع هالحومة تتنطر مو أنا أتراجع وأتعذر ملتقي يا علي أكبر مرتكي وجاسم ينتظر دوره جاسم ينتظر دوره راسي بن غانم للأبو جابه وروحه مسرورة راسي بن غانم للأبو جابه وروحه مسرورة والدعي وراجع عالمهر كيف بحومتي دوره والقدر كاتب هامته كيف العابد مطبوره هنا أنا راس انفضخ هناك جاسم صرخ هنا أنا راس هناك جاسم صيح صيح هنا أنا راس انفضخ هناك جاسم صرخ وتحلف للأكبر كون أثقل مو أنا أتراجع وأتعذر ملتقي يا علي علي من برس جاسم هالعدة عزم احتارت وعمره يشتري
ويطعن والعجب يعني حربه مو كبره يشطر ويطعن والعجب قامت حربه مو كبره وانقطع نعله ومن نزل يعني استحق الكثره وانقطع نعله ومن نزل يعني استحق الكثره مثل ابن عمه بموتته شارك حتى بالطبره مثل ابن عمه بموتته شارك حتى بالطبره حسين جاه بحزن هذا ثاني ابن حسين دمه كاتبها خط احمر مو انا اتراجع واتعذر ليلتقي رملة أم جاسم لو علي اليمن هي مفجوعة وليل على كبر تنتحب وعلى الطفة وشموعة وليل على كبر تنتحب وعلى الطفة وشموعة ماكو أي فارق بالبجر وحدة الصحة مرفوعة ماكو أي فارق بالبجر وحدة الصحة مرفوعة وأخوتهم جمعوا أمين وفرد لوعة حضرة الحادثة أمهم الفارقة حضرة الحادثة أمهم الفارقة زينب قالتها بهالمحضر مو أنا أتراجع وأتعذر نلتقي